عقد كل من حاكم السلامات محمد زين الحاج يحيى بجانب حاكم إقليم قراء محمد علي حسب الله عقد لقاء توعوي مع سكان منطقة بون التي تهدف إخلاؤها بعد أن تحولت إلى محمية طبيعية بقرار من قبل الحكومة. كانت المناسبة بحضور البرلمانيين والشيوخ التقليديين وعدد من سكان الإقليمين. محمد الأمين أحمد. جاء هذا اللقاء التوعوي الذي عقده حاكم إقليم قراء بجانب حاكم إقليم سلامات حول تطبيق قرار الحكومة بإخلاء سكان منطقة بون التي حولت بقرار من الحكومة إلى محمية طبيعية. جرى هذا اللقاء بهدف توعية أهالي المنطقة بتطبيق هذا القرار. في كلمته الترحيبية شيخ القرية قدم شكره للحاكم والوفد المرافق له على هذه الزيارة التفقدية. أما حاكم إقليم قراء محمد علي حسب الله أكد للسكان على أهمية تطبيق قرارات الحكومة وطمأن سكان القرية بأن الحكومة ستجري مشاورات بناءة للتوصل إلى تفاهم يرضي الجميع. أنا كممثلين أنا حكومة ده قرار أنا حكومة ده نتبقو ده ما نقول أم هسه بس يلا فوتوا أم نكسر بيتكم أمشي ما في ما يدوكم بيت بي 5 كيلومتر بكان تمشي ده نينا كل نمشي نشوف سوا بكان ده ندور لابتان ندور لكل كل نسولكم. من جانبه حاكم إقليم سلامات محمد زين الحاج يحيى صرح بأنهم ملتزمون بتقديم كافة الخدمات الأساسية. أنا نخرنا حكومة شالدة أنا ما مؤاردين لكن ندور مؤاملة مع شعبنا دا الناس دوك ده حولهم عندهم مباني عندهم مصالح حكومة كل كان دوره حكومة ده يشيلها عن كونت. من ناحيته النائب البرلماني لإقليم قراء أكد بأنه بصفته ممثل لسكان الإقليم سيتابعون مجريات الأمور عن قرب حتى يتم تقديم التعويضات اللازمة لسكان القرية. وبهذه المناسبة تداخل الكثير من أهالي منطقة بون بخصوص هذا القرار ومعبرين عن قلقهم بإخلاء هذه المنطقة التي تعاقبوا عليها أبا عن جد، كما ناشدوا لأهمية توفير الخدمات الضرورية مثل المرافق الصحية والتعليمية. وبقي أن نشير بأن مثل هذه اللقاءات التنويرية بين ممثلي الحكومة والسكان ستؤتي أكلها في كثير من القضايا الهامة.